لتحضير الرز الأسمر بطريقة سريعة، بتكون عندي المي عم تغلي، بضيف عليها الرز الأسمر. لكل كباية رز أسمر كبايتين مي، بنضيف ملح وكمان بنحط زيت، وفينا نعمله بلا زيت. رح قلبهم، وبعكس الرز العادي ما بتركه عم يغلي على نار قوية، رح وطي النار واتركه يغلي 5 دقايق مكشوف، برجع بغطي. وهيك بنكون حضرنا الرز الأسمر.